إذن مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل، لا زالت التحديات متواصلة إلى أشواط متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر. اسعد الله مساءكم أجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة ضمن السباق النهائي لمهرجان ولي العهد لعام 2024 المقام على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن. نبدأ وإياكم مع الشوط الحادي عشر المخصص للحقائق الابكار العام من المسافة وهي الاثنين كيلومترات. نبحر وإياكم مع البداية ومع الصدارة، من يتقدم بشعاره مع انطلاقة سيوف واندفاع سيوف. فيصل بن فالح بن صالح الشريف يتقدم على البداية وعلى المقدمة، مقدما لنا انطلاقة سيوف. المركز الثاني من غير هنا مع انطلاقة سطر واندفاع سطر. عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري بشعاره متقدما مع انطلاقة سطر، وأيضا الحاضر من الجانب الأيسر القادم هنا في هذه اللحظات عبد الله بن سليمان بن محمد الجريش مع انطلاقة بريدة ومع اندفاع بريدة من تسللت إلى المركز الأول، وأيضا القادم والحاضر مع انطلاقة المملكة بطشان بن صالح المحامض اليامي هو القادم، وشعار الغامدي واصل على المركز الخامس. ولكن العودة إلى البداية وإلى الصدارة مع انطلاقة بريدة واندفاع بريدة. عبد الله بن سليمان بن محمد الجريش على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول وعلى البداية وعلى الصدارة. أبناء القصيم مع المركز الأول، السناري هو الحاضر والقادم مع معالي، أحضرت بكل قوة معالي محمد بن راشد بن فهد بن بتلة مع انطلاقة معالي، من بدأت تتجاوز من مركز إلى مركز لتحتل المركز الأول. الله يا هذا المساء، الله يا هذا الأشواط، الله يا هذا الشوط. وين النوماس القادم؟ القادم صالح بن عوض بن محمد الرزق مع ند، ند ومعالي. بريدة تحاول ولكن معالي، معالي معالي مع شعار الحاتمية من قدم العرض الممتاز الأداء 100 على 100. يا بن بتلة، يا بن بتلة، معالي يا معالي، تحقق النوماس لمحمد بن راشد بن فهد الفهد المري مع معالي. المركز الثاني كان بشعار صالح بن عوض بن محمد الرزق مع ند. المركز الثالث كانت بريدة بشعار عبد الله بن سليمان بن محمد الجريش. المركز الرابع، المركز الرابع كان بشعار احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي من قدم لنا شواهين. المركز الخامس كان بشعار، المركز الخامس مسفر بن عبد الله بن مسفر الرزق من قدم لنا مواجيب. نعود بالتهنئه وبالنوماس لمالك معالي من حققت النوماس، تهانينا والف مبروك لمحمد بن راشد بن فهيد بن بتله المري. والتوقيت الزمني ايضا توقيت معالي لحظات، ونوافيكم مع التوقيت الزمني من حققت المركز الاول معالي. مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني توقيت معالي 3 دقائق و3 ثواني و48 جزء من الثانيه، هكذا توقيت معالي من حققت المركز الاول. المركز الثاني كانت ند بشعار صالح بن عوض بن محمد الرزق، والتوقيت الزمني 3 دقائق 3 ثواني 96 جزء من الثانيه. المركز الثالث كانت بريدة بشعار عبد الله بن سليمان بن محمد الجريش، والتوقيت الزمني 3 دقائق 4 ثواني 74 جزء من الثانية. المركز الرابع كانت شواهين بشعار أحمد بن عبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي، والمركز الخامس كانت مواجيب بشعار مسفر بن عبد الله بن مسفر الرزق. تهانينا والنوماس، نعود بالتهنئة لمالك معالي محمد بن راشد بن بتلة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا المساء. تهانينا يا راعي الحاتمية على هذا الانتصار. سلام ميدان السيح، سلام. إذن مشاهدين الكرام، أشواطنا متواصلة، شوطنا القادم بصوت الزميل محمد بن هادي فله الكلمة، ولكم حسن الاستماع.
وهيمه وهيمه وقلوبي متعلقه فيها ساس الفخر ورث النماريبه في حاضر الدنيا وماضيها للهجن قدر وقيمه وهيبه وقلوبنا متعلقه فيها ساس الفخر ورث النماريبه في حاضر الدنيا وماضيها ويا ما مشينا في مشاهيها رد الجمايلها وتثريبها يشقود نرض الموت تطويها